الله يساعدك، شلون الصحة؟ بارك الله فيك، الله يوفقك. شلون وصلت التظاهرات؟ والله إن شاء الله منتصرين عليهم. ذول ناس تعبونا كلش، تعبونا. وهاي الشباب جاي يضربوها طلقات حية، وجاي يضربوها دخانية. يعني وأنا هسه احتياجات الخاصة، يعني الله يقبل، الإسلام تقبل راتب كل شهرين 330، كل شهرين 330، وعندي خمس بنات وثلاث ولد بعدهم صغار جهال. دقيقة يا شباب، فدوة عليكم. يعني باليوم 1750 دينار، يعني لا أنطيل البرلمان أقول له هاي 1750 دينار، روح جيب لك علاقة لعيالك. إيش قد عندك حايلة؟ عندي تسعة. انت معوق من اثر حرب، من اثر شنو؟ والله معوق، عندي صار التهاب بالحبل الشوكي. اي رحت اراجع مدينة الطب للخارج، اطلع يقولوا لي واحد قاعد يمنا، يقول لي عندك جماعه بالاحزاب حتى يطلعوك؟ قلت له انا والله ما عندي بس رب العالمين، وما طلعونا، وانا لازم اطلع خارج القطر علاجي. نعم، خارج القطر علاجي. يعني انت تاخذ 330 كل شهرين؟ كل شهرين. وقاعد ايش قد نسبه العجز مالتك؟ 95%. وعندي كتاب وعندي هاي، ويعني وقاعد بالايجار وبالتجاوز. بالايجار وبالتجاوز، والله العظيم قسما بكتاب الله. يعني انا ما عندي شيء اقول لك اياه، لانه انا من اسمعك استحي منك، لكن اتمنى رجل الان من الحكومه، رجل دين، صاحب خطاب، شجاع، يطلع وياك على التلفزيون وياي ويقول هذا شيء يسمونه. اذا قلت فساد فهو قليل، واذا قلت استهتار فهو قليل، واذا قلت سرقه قليل، لانه هذا الكفار والمشركين ما سووا بمحمد اللي صار بينا. اريد رجل منكم شجاع يقعد هذا وياي بالاستوديو ويطلع وياه يوميته 1850 دينار، متزوج وعنده عجز 95% وراتبه 180 بالشهر. اذا بيكم شريف اي مسؤول اعطيه 150 بالشهر يعيش بيها. انا اشكرك.